هنا احنا دلوقتي قدام مركز ترميم الاثار المصريه داخل المتحف المصري الكبير، والمركز بيحتوي على 17 قاعه. بتتقسم القاعات دي ما بين مخازن للاثار، وبتتقسم كمان ما بين معامل علميه للاثار، وكمان ما بين قاعات الترميم. هندخل جوه المركز مع حضراتكم ونشوف جوه المركز في ايه في صباح ترميم. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لقاعات الترميم. هندخل مع حضراتكم اتنين من قاعات الترميم، واحدة خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وهي لترميم القطع الأثرية الخشبية، وهنشوف فيها عظمة وجمال تاريخ مصر في القطع الخشبية وفي المنحوتات الخشبية المصرية. كمان هنروح معاكم لقاعة الأثار الثقيلة، قاعة الترميم الخاصة بها، وهنشوف الأدوات المستخدمة في رفع الأثار الثقيلة اللي ما يقدرش الإنسان أو القوة البشرية العادية ترفعها وتحركها من مكانها. وكمان هنشوف مع حضراتكم المواد المستخدمة في ترميم هذه الأثار. أسرار الفراعنة وأسرار الملوك حتى الآن لم يتم اكتشافها جميعا. نحن الآن في داخل قاعة ترميم الآثار الخشبية داخل المتحف المصري الكبير، بنلف مع حضراتكم وبنشوف مجموعة من الآثار اللي موجودة، وعندنا مجموعة من الأخصائيين المصريين تابعين لوزارة الآثار بيشتغلوا عليها وبيرمموها بمنتهى الحرفية والدقة، تمهيدا لعرضها في الاحتفال اللي هيتم إن شاء الله قريبا وفي الافتتاح الجزئي الأول للمتحف. خلينا نشوف مع حضراتكم شغالين على ايه مجموعه من القطع. طبعا بنتكلم في مقتنيات الملك العظيم المصري توت عنخ آمون. ده سرير جنائزي من مجموعه توت عنخ آمون، ده من الاسره اللي احنا نجحنا مؤخرا في عمليه نقلها من المتحف المصري في التحرير الى المتحف المصري الكبير. الشغل على القطعه دي بدا من المتحف المصري في التحرير. بدانا في الاول خالص عمليه التوثيق للقطعه دي من وهي موجوده في الفاترينا نفسها، وبعد كده استخدمنا اجهزه فحص غير متلفه زي جهاز الاكس راي راديوجرافي. جهاز الاكس راي راديوجرافي ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، ان هو قدر يخلينا نعرف اماكن التعشيم والوصلات اللي هي ما كانتش ظاهره بالنسبه لنا بخصوص السرير دوت، وايه هي مناطق الضعف اللي موجوده. فبالتالي ده ساعد زملائنا في فريق النقل بحيث ان هم يعملوا تامين للقطع الضعيفه جدا بحيث ان هي تبقى سيف اكتر في عمليه النقل. بعد كده بدأنا في عملية الترميم الأولي. عملية الترميم الأولي إن إحنا عملنا التغطية لكل المناطق الضعيفة جدا في القطعة، عملنا عملية تأمين بمواد كلها استرجاعية. وبعد كده يعني إيه مواد استرجاعية؟ يعني مواد سهلة الإزالة بعد كده، ملهاش أي آثار جانبية على الأثر. بعد كده بعد ما خلصنا عملية الترميم الأولي، فريق زمايلنا في فريق النقل عمل نقل جيد للقطعة. زي ما حضرتك شايفاها القطعة ما فيهاش أي خسائر الحمد لله، محافظ عليها جدا. بعد كده جات لنا القطعة هنا، بدأنا نفك عملية الترميم الأولي اللي احنا عملناها، وبدأنا نعمل عملية ترميم كامل للقطعة زي ما حضرتك شايفة. طبعا عملية الترميم الكامل للقطعة ده موضوع مش سهل خالص، لأن القطعة مش خشب بس، أو تكوين القطعة نفسه مش من الخشب بس. القطعة خشب مغطية بأرضية تحضير عليها طبقة تدهيب زي ما حضرتك شايفة. دي طبقة من الذهب. يا فندم دي طبقة من الذهب، تحتها في أرضية تحضير موجودة، وبعد كده في الخشب. تمام. فاحنا بدأنا في عملية الترميم، طبعا في أجزاء ضعيفة جدا احنا عملنا عملية تثبيت. بعد كده عملنا عملية إزالة للشمع من بعض الأجزاء. طبعا الشمع لما كان موجود في وقته، لما تم تطبيقه في وقته من ايام ألفريد لوكاس، كان ده تقريبا كانت الماده كانت مستخدمه في عمليه الترميم. فده كان الماده المتاحه حاليا، لكن حاليا طبعا مع تطور المواد اللي موجوده فاصبح في مواد افضل ممكن ان احنا نستخدمها، خاصه ان الشمع ليه خصائص ان هو ممكن يبقى جاذب للاتربه، ممكن يغطي لنا بعض التفاصيل المهمه من القطعه. فاحنا بنعمل عمليه ازاله، مش هنقدر نقول ازاله كامله للشمع، ان هيبقى صعب ان احنا نعمل عمليه ازاله كامله للشمع من على القطعه بالكامل. فاحنا بنعمل دلوقتي عمليه ازاله جزئيه للشمع، وبنحاول ان احنا نظهر التفاصيل المطموسه، وبنحاول ان احنا نحافظ على شكل القطعه زي ما حضرتك. القطعه الخشبيه والطلاء الذهبي العظيم ده
هتكملوا القطع بتكملوا بالذهب بقى في الاخر؟ لا احنا عندنا اساسيات في الترميم، عندنا اسس في عمليه الترميم. لو هنعمل عمليه استكمال احنا ما عندناش جزئيه ان احنا نستكمل بغرض الاستكمال الجمالي، ان احنا نطفي قيمه جماليه للقطعه. لا احنا بنحب نظر قيمه الاثر زي ما هو. لو هنعمل استكمال بيبقى استكمال تدعيمي في حالات محدده جدا للاثر، في سبيل ان الاثر ده نحافظ عليه مع عمليه الانهيار. لو هيحتاج ان احنا نتدخل بعمليه تدعيم فاحنا بندعم. لكن ما بيبقاش في استكمال جمالي للقطعه، لان هي القطعه مش محتاجه استكمال جمالي، حضرتك شايف القطعه يعني عظيمه. تمام. تمام. احنا بنحاول نحافظ على الحاله اللي موجوده. 5000 سنه المنتج المصري موجود والحضاره المصريه متماسكه وموجوده، واحنا دلوقتي بنكمل عليها وهنشوف كمان القطعه اللي موجوده معانا تاني. كلمني حضرتك عن القطعه اللي شغال عليها واليه الترميم بتاعتها. في عجله من ضمن مقتنيات الملك توت، من ضمن العجلات الموجوده. تمام. في المتحف المصري، حضرتك جيت من المتحف المصري في التحرير. جبناها من المتحف المصري الكبير للعرض. تمام. فاحنا شغالين فيها عمليات ترميم حاليا، زي ما قالوا بعض زمايلي ان في لوكس استخدم الشمع، كانت عمليه الترميم الساعات المتاحه. تمام. فرممنا بالشمع، فاحنا بنحاول نقلل الشمع لان الشمع يذبل الاتربه وبيغطي بعض التفاصيل الموجوده في القطعه. فاحنا بنحاول على قدر الامكان ان نشيل الشمع، طبعا ما بنشيلوش كل على قد ما بنقدر بنشيل. فبننظف الشمع وبنظهر الحاجات المخفيه زي الرسومات، الزجاج المرسوم، الحاجات المطعمه الموجوده قدامنا. القطعه دي مطعمه بايه ومتكونه من ايه؟ دي العجله الخاصه بالملك توت عنخ امون. دي فيها يعني فيها زجاج وفيها تركواز وفيها احجار كريمه، يعني زي ما باين في التفاصيل امام الكاميرا كده. ومطليه بالذهب طبعا. مطليه بالذهب، هي خشب وعليه طبقه جسو، وبعد طبقه الجسو ماخذه الذهب وعليه التطعيمات المرسومه والرسومات الموجوده. القطعه دي ان شاء الله تاخد قد ايه في ايد حضراتكم على ما تقدر تقول انها هتعرض قريبا باذن الله؟ احنا ما نقدرش نحدد، الترميم ملوش وقت معين الزمن، احنا بنحاول على قد ما نقدر في مجهودنا ان احنا نحاول نخلصها بسرعه عشان العرض. صباح الفل عليكي ومنورانا، وخليني اعرف القطعه اللي حضرتك شغاله عليها وتفاصيل القطعه دي ايه بقى؟ طبعا ملك توت عنخ امون، هي مغطاه هي خشب مغطاه بطبق من الذهب وعليها عجائن ملونه. يقال ان هو كان بيستخدمها في حياته، ان هو ليه كذا 4 عجلات حربيه، بس ما قالوش انهي جنائزيه وانهي اللي كان بيستخدمها في حياته. يعني ما بتقدروش قبل ما نعدي الحته دي ما بتقدروش تميزوا ايه الحاجه اللي استخدمت وايه الحاجه اللي لا؟ لا، بس هي علشان اول ما اكتشفوها فهي كانت مغطاه بطبقه من الشمع. تمام. كلها يعني، فاحنا بنقوم بازاله الشمع ده عشان ما يعملش عمليه غمقان لطبقه الذهب دي. وبنقوم بتثبيت القشور، وممكن نعمل عمليات تدعيم للقشور ديت علشان ما تقعش. بنكمل معاكم جوله داخل القاعه، وشفنا مجموعه من القطع الموجوده، قطع اثريه عظيمه جدا، وشفنا معاكم العجلات الحربيه الخاصه بمقتنيات الملك توت عنخ امون، وكمان معانا دلوقتي بقى مديره هذا المكان العظيم. صباح الفل عليكي ومنورانا في صباح دريم. عايزة أخد بقى جولة مع حضرتك في الحاجات العظيمة اللي احنا موجودين فيها والجمال اللي احنا فيه. يعني مثلا التابوت ده ايه؟ اولا هو ده تابوت يعتبر ثالوث، يعني المفروض ان هما تابوتين جوه بعض. بص حضرتك، ده المفروض البدن بتاع التابوت. تمام. ده البدن الكبير او الاساسي، بيبقى كل تابوت بيبقى ليه الغطاء بتاعه او الليد بتاع التابوت دوت. احنا ممكن هنشوفه في الناحيه الثانيه من المعمل، جواه تابوت اصغر منه اللي هو دوت. جوه التابوت الاصغر برضو ليه الغطاء بتاعه على الناحيه الثانيه من المعمل، جواه بيبقى الموميا. يعني احنا دلوقتي واقفين قدام الموميا فعلا. هو ده تابوت بيرجع للعصر المتاخر، ده مش ما يخصش مجموعه الملك توت، ده عصر الدوله المتاخره. يعني كالفرد او الشخص بعينه احنا مش عارفين هو بيخص مين بالظبط، لكن ان هو بيرجع للعصر المتاخر. زي ما قلت لحضرتك، هو بيكون من 3 طبقات او ثالوث، التابوت الكبير والداخلي الاصغر، بعدين جواه الموميا، وفوق الموميا بيبقى البدن الخارجي او الكرتوناج. الكرتوناج ده نوع تاني من الاثار العضويه. هو احنا مش بيدخل لنا برده الكرتوناج كتير، لان احنا متخصصين بالاثار الخشبيه فقط. كرتوناج ممكن يبقى موجود في معمل المنسوجات او الاثار العضويه. لكن هنا الموميا موجوده.
موجوده. هي لو الموميا موجوده وباينه مش عليها كرتوناج او طبقات الالوان اللي حضرتك شايفاها دي، احنا ما بنتعاملش معاها برده. بعد ما نخلص شغل في التابوت الخشبي المفروض ان هي بتتنقل لمعمل المامي، معمل المومياوات عندنا برده في المركز هنا. في حاجه ملفته للنظر، الالوان اللي موجوده وبقالها سنين طويله، الاف السنين وهي زي ما هي. انا عايز اعرف من حضرتك بقى شويه تفاصيل عن الالوان اللي هو حضرتك التابوت هنا اللون ده، الالوان دي بتاعته واضحه جدا وجميله، لان كان فرصته في ان هو يحتفظ بالوانه كبيره جدا، لانه زي ما حضرتك هو فيه طبقات كتير عليه. فلو شفنا الغطاء بتاع التابوت الخارجي هتلاقي فيه تدهور اكتر، والتابوت الغطاء التاني فيه تدهور اكتر، لكن لان ده داخلي ومحصلوش تلف كتير او متعرضش للعوامل الخارجيه، فتلاقي الالوان بتاعته ثابته. يعني ممكن اللون الاحمر ده حضرتك مصري قديم كان بيستخدم الالوان اللي حواليه في الطبيعه، يعني اللون الاحمر ده كان بيستخدمه من الهيماتايد او الحمرة، اللون الاحمر او الحمرة زي ما احنا بنقول. الاخضر او الازرق المصري القديم توصل ان هو كان بيقدر يصنع الازرق المصري المعروف عالميا، او الاخضر المصري اللي هو الملاكايت والازورايت كان من الجبال اللي موجوده في الطبيعه، فهتلاقي الالوان فعلا زاهيه. احنا كمان عندنا هنا بنستخدم اعلى او احدث الطرق في عمليات التوثيق، يعني احنا بنستخدم برامج الكمبيوتر التوثيق بالفوتوشوب او الاوتوكاد او 3D ماكس، كمان بنستخدم التوثيق عن طريق التصوير بالديجيتال زي اعلى كاميرات الديجيتال. بنستخدم التوثيق بالاي ار واليو في، بنستخدم كمان الايميجنج دوكيومنتيشن، فبنقدر نعرف الالوان دي فعلا ايه اللون اللي موجود من غير ما ناخد منه عينه ونحللها، فبنقدر ناكد فعلا ان ده اخضر مصري او ازرق مصري او الاصفر ده لون ايه، لان كل مراحل التوثيق دي في داتا عنها عالميه، معروف ان لو اداني لون مثلا ابيض يبقى ده ازرق مصري، لو اداني لون كذا يبقى ده اخضر مصري، فاحنا بنقدر نوثق ونعرف الالوان دي من غير ما ناخد منها عينات. يعني عايزه اروح مع حضرتك بقى لباقي الحاجات اللي موجوده في المكان العظيم اللي احنا فيه ده، وخلينا نشوف ده ايه مثلا. هو الناحيه دي كلها حضرتك دي مجموعه من التوابيت المختلفه من عصور برضو مختلفه. التوابيت دي دخلت عندنا المعمل من حوالي سنتين او سنتين ونص، بس التابوتين دول بالاخص كان فيهم اصابه. لو تلاحظي حضرتك محلتهم مختلفه عن التوابيت اللي موجوده كلها، عاملين لها تند او خيمه. التوابيت دي لما دخلت عندنا حصل لها عمليه رز، فاتضح ان هي فيها اصابه اكتيف، او يعني ممكن لانها ماده عضويه فبتبقى مصابه باصابه ميكروبيولوجيه او بيولوجيه حشريه او اصابه ميكروبيولوجيه، فاحنا لقينا ان في اصابه فعلا حيه. فزمايلنا هنا طبيعي، فاحنا لازم نحجم عليها عشان ما يحصلش تلف تاني، فاحنا عملنا لها تند او خيمه واستخدمنا بعض المواد الكيماويه عشان نقدر نوقف الاصابه، وبعد كده نقدر نفتح الخيمه دي ونكمل عمليه الترميم عادي. فلسه يعني الحالتين دول، وكان في حالات تانية خلصناها فعلا وبدانا فيها ترميم، لكن دول لسه شويه فلسه ما بدأ. طيب ايه اللي ده؟ دي حاجه من الحاجات اللي اتشالت من داخل التابوت، قطعه تانية خالص. بصي حضرتك هو في قطع هنا في النص دي قطع جاية مؤخرا من حفير دهشور، لسه ما حصلش فيها نشر علمي خالص فلسه ما نقدرش نتكلم عليها كتير. دي الحاجات دي تبع القطع دي، لان دي فيها بقايا مومياوات. تمام. ابرز القطع بقى اللي موجوده عندكم غير الحاجات اللي لفينا عليها الخاصه بتوت عنخ امون؟ عندنا الماستر بيسز بتاع مجموعه الملك توت، اللي هم السريرين، السرير على شكل الاسد وسرير على شكل فرس النهر، وثلاث عجلات حربيه. حضرتك ما شفتيش العجله دي لان محدش لسه بدا فيها شغل ترميم. دي العجله الثالثه من مجموعه الملك توت. تمام. دي العجله الثالثه، هي ابسط العجلات، يعني لان احنا شفنا العجلتين دول البدن بتاعهم كامل والعريش والعجلات، عجله الملك المفروض ان هي كامله، فيها العجلتين، فيها البدن، فيها العريش. لما تخلص هتتركب كامله؟ اللي هي طبعا جايه من يعني كانت في العرض هناك كامله، لكن احنا عشان عمليه النقل طبعا فكينا وبنبتدي عمليه الترميم، بعد ما تخلص نبتدي تتجمع تاني وتتحط في العرض ان شاء الله في الافتتاح الجزئي للمتحف. ان شاء الله كل القطع دي هتكون جاهزه في الافتتاح الجزئي للمتحف باذن الله. باذن الله كلنا شغالين على كده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في صباح دريم، حضرتك تكملي شغلك. شكرا جدا، نورتونا.